السلام عليكم. النهارده فيديو جديد هنكمل الفورم. طيب احنا وصلنا لغايه الفورم اللي فاتت، احنا ازاي هنكتب الانبوت بتاعنا حلو، والايه الاتريبيوت اللي هياخدها. جميل جدا. طب ازاي بقى انا اقدر اعمل الكلام دوت؟ حلو، اول حاجه خالص التكست بوكس هنعمل انبوت، هنقول له طيب، هقول له ايه تكست نقفل بس دي كده كومنت اهو، اقدر اكتب فيه هنا عشان ادخله بيانات للويب سايت بتاعي. جميل جدا. طب طبعا انا ممكن هنا اكتب له ايه فيرست نيم، فيرست نيم، فده دي حاجه اسمها الليبل ودوت الانبوت. جميل جدا. ممكن اعمل له واحده تانية تبقى اللاست نيم كده اهو، لاست نيم. ممكن هنا اديها بي ار عشان ايه ينزلوا تحت بعض. جميل جدا، ده كلام محترم، كلام جميل. ممكن ايه تاني؟ في الباسورد طبعا، ممكن اخدها كده وهنشيل اللاست نيم ديت، مش هتتشال اهي باسورد، وهشيل ديت ناخد دي كنترول، ماشي كنترول سي كنترول في باسورد كده. لما اجي اكتب هنا هيكون مخفي لانه باسورد من نوع ايه؟ من نوع باسورد. جميل جدا كده، عملنا التكست وعملنا الباسورد. بالنسبه للهيدن بقى، وقلت لكم احنا ليه ممكن نكتب هيدن، انتوا هتعرفوها بعدين ما تستعجلش. طيب الهيدن احنا بنعملها لان انا ممكن اقدر اديها نيم وفاليو، علشان لما اليوزر اللي يعمل ريجستريشن اديله انا فاليو يقدر يستخدمها الباك اند لما يطلع الداتا بتاعته. يعني مثلا انا اقوم مديله كده هنا انبوت، اقول له طيب هيدن بالشكل ده، هديله نيم اكس مثلا وهديله فاليو، هقول له مهم حلو. تعرفوا لما اعمل لما اكملها، لما اكمل الباقي هتفهموا قصدي الحته ديت. لكن انا كان مديله نيم ومديله فاليو، ديت اليوزر مش هيشوفها اصلا، مش هيشوفها، لكن انا هستخدمها في الداتا بتاعت اليوزر ده. تفهموا قصدي بعدين. طب نكمل في تاني. عملنا الهيدن الشيك بوكس، نعمل هنا انبوت، طيب الشيك بوكس، واكتب اكتبها ايه مثلا؟ ممكن مثلا دي ممكن نخليها للمهارات، هنتمنى مثلا سكيلز. جميل، واكتب هنا HTML. ممكن ناخد دي كده كنترول سي كنترول في بالشكل ده، ممكن كفاية تلاتة ودي سي اس اس ودي جافا سكريبت. حلو، انا كده بقول له الشيك بوكس، انا بقول له مثلا اختار مهاراتك. انا اقدر اختار، لو انا عندي التلاتة هختار التلاتة HTML و CSS و جافا سكريبت. جميل. طب في ايه تاني اقدر اختار التلاتة؟ طبعا حلو. طيب في ايه تاني غير الشيك بوكس؟ في الراديو بوتون، قلنا الراديو بوتون ده عكس الشيك بوكس. انا عملت هنا انبوت، اقول له طيب الراديو، الراديو مختلف ازاي؟ انا ممكن هنا اقول له جندر مثلا، جندر نوعك، اقول له ذكر ولا انثى، ميل،
نشيل بس كلمة جندر دي. فيميل بي ار هنا، ونديله واحدة بي ار هنا. جميل. انا كده طبعا انا اقدر اختار الاتنين. طب ليه هنا اقدر اختار الاتنين واحنا قلنا اصلا ان في الراديو بوتون عكس الشيك بوكس بنختار واحدة بس؟ ليه؟ هقول لكم ليه. لان انا ممكن يكون عندي اكتر من واحدة. يعني مثلا انا عندي واحدة هوت للجندر، ممكن يكون عندي واحدة للمكان المعيشة مثلا. يعني مثلا انا يعني ممكن اعمل واحدة للمكان، ممكن نسميها ايه، لايف مثلا، تعيش في عيش فين يعني. ننزل كده واحدة بي ار، هقول له انبوت. طيب الراديو نقفلها، وهقول له هنا طنطا. دي احنا بس بي ار كده، كنترول في اليكس بالشكل ده. انا عايز اقدر احنا بس دي لونه واحده بي ار. انا عايز اقول كده، انا عايز ايه اللي يتنفذ؟ انا عايز ان ميل اقدر اختار منهم واحده بس من الكندر، وواحده بس من ايه، من تانتا او اليكس. فانا كده هختار اتنين من راديو. طب نعملها ازاي؟ هدي دول، هدي دول نيم ودول نيم تاني. يعني مثلا انا هنا هاجي هنا اقول له نيم ام واحد، همسك النيم ديت وهحطها في نفس الريدو ديت، فوقتها اختار واحد بس. شايفين؟ تمام. هنا اقدر اختار الاتنين، هقوم عاملها كنترول في، هخليها بقى ام اتنين بالشكل ده. كده كده انا عملت ايه؟ كده انا اقدر اختار يا اما ميل او فيميل، واقدر اختار طنط او اليكس. لو انا اديت لده نفس النيم بتاع دوت، هختار واحدة بس من الاربعة. حلو جميل. واحدة بي ار كده نشيل الحبايب. حلو كده انا اقدر اختار واحدة من اللايف، واحنا اختار واحدة من ايه، الجندر. انا اختار هيشيلها. جميل جدا. طيب ايه تاني؟ احنا كده عملنا الراديو بوتون. البوتون بقى العادي جدا، البوتون عادي جدا اهو بوتون. انا كده عملت بوتون، وهحط احط البوتون جنبها على طول، جنبها السمت وجنبها ريسيت عشان ايه تشوفوا الفرق. بس سمت انبوت. طيب سبمت ونعمل دي زيها برضو، انبوت. طيب بوتون انبوت. طيب البوتون، وعملنا سبمت. في ايه تاني؟ في ريسيت. جميل كده. ده الاختلاف بين البوتون والصمت والريسيت. طيب انت كده الشكل، لكن كل واحد بيقوم بوظيفة مختلفة. البوتون ممكن يعمل اكتر من وظيفة، اي امر انا بديهوله. الصمت دوت بيروح للصفحة تانية، للأكشن تاني. يعني أنا مثلا المفروض لما أقول له سبمت بعد ما أدخل له البيانات بتاعتي، يروح للصفحة أنا مديها له. يعني مثلا بعد ما أسجل الدخول بتاعي يروح لصفحة الهوم، فأنا مثلا هقوم مديله هنا إيه، صفحة الهوم، فيقوم داخل عليها. الريسيت لو أنا بعد أخلص حاجة كده وأكون كاتب فيها أي حاجة، لما بعمل ريسيت كل ده الكلام ده يتشال. طب حلو. طيب انا دلوقتي لما اتكيت ريسيت، هل اتنفذ حاجه؟ لا. ليه ما اتنفذش حاجه؟ لان انا دلوقتي هو مش شايف ان الحاجه ديت مترابطه مع ده اصلا. طب انا ازاي اقدر اخليها مترابطه مع بعض، احطهم كلهم في تاكيت فورم؟
ازاي الفيديو التاني، الفيديو الجاي ان شاء الله هوريه لكم، لكن لسه ما خلصناش، لسه ما خلصناش. طيب هنا انا اوريكم بين فرق تلاتة لكن ما وريتكوش الايمج بوتون. طيب الايمج بوتون هنا هعملها لوحدها كده انبوت. طيب ايمج هنا في الايمج هقوم مديله سورس للصورة بقى، هعمل له كده، هقوم مدخل له الصورة. طبعا اقدر اتحكم في الويدث بتاعها 200 بكسل، نخليها 100 بس. طيب انا كده عملت ايه كده؟ لما جه الصورة ديت بقت زرار، لما اتك عليها هيحصل حاجة معينة. طب انا مش مديله حاجة، مش هيحصل اي حاجة. لو انا عايز اغير اي حاجه من ده اقدر اديله طبعا فاليو، يعني مثلا انا هشيل كلمه ريسيت ديت، وعايز اشيل يعني اشيل كلمه ريسيت واحط مكانها اي كلمه تانية، اروح هنا اكتب فاليو مره اخرى بالعربية مره اخرى، ما هي كلام محترم وكلام جميل جدا. في ايه تاني؟ في الفايل لودر. الفايل لودر هعمل كده انبوت. طيب فايل بالشكل ده واقفل، انا ممكن اديله بي ار كده بالشكل ده، انتوا تشوفوها لما بعمل شوز فايل هنا هيقوم فاتح لي بقى الفولدر بتاعي او الجهاز بتاعي، واختار اي فولدر تاني. مثلا انا هنا لو رحت الفيس كود او الديسكتوب بتاعي واخترت صورة واعمل اوبن، هيقوم كاتب لي اسمها هنا.